هنايا في السوق عين القصب، يمكن غير ملي هنايا نضربوا شي دوره ما نهدوش هاد النهار بن سليمان، لحقاش المركوب ما كاينش وجينا غير اوتوستوب حتى لهنايا. يا ربي نلقاو غير شي واحد باش من هنا نديروا له اوتوستوب بحال داك اللوطه اللي ما وصلناش عليه، وباقي مسافه طويله لبن سليمان. دروك باقي لبن سليمان شي 10 كيلومتر هكا ياكل. خصنا شي بوط باش نمشيو. كما كتشوفوا هنايا هاد البلاصه هادي راه يعرفوا الناس هنا بالشوايه، هنايا الكزاره. هذا السوق نتاع عين القصب. يا خويا هذا هو السوق نتاع عين القصب. السيد راه ندايخ في الشحمام كيما تديوش يعني. دير لنا صور لنا صاحبي الخر نشوف عمي الحاج. لا خويا غير فيديو صاي. لا ماشي فاسي خوك وجدي. وجدي. طلعني ولا لا باب. مكان. ماشي وجده اخويا، ما تنساو الناس السوق كيما يبادلوش نجيو وجده باش نلبسو السكن جينا. هنايا كاينين القزاره، المهم محتاج شي حاجه ديال الحم ولا هنايا غير القزاره، ما كانش لا شي حاجه اخرى من غير الحم اللي بغى يضرب شويه شويه الحم. الله يعطيك. هنا كنجيو لك الخوادري من وجده لهنايا نشري. غادي تفوت معنا في يوتيوب ان شاء الله. كامله نتاع القزاره هنا تعرفوا باللي وجه هذا الرجال دا لبن سليمان وداري لكم فيديو عالم. مازال ندور الغرب كامل، مازال نجيبوها للقويره جايه. القويره هنا رانا غايه بن سليمان عين القصبه، مازال نجيبوها للقويره سكادو اوتوستوب. هذا راه بيبي الرومي، هذا بيبي الكبير. الناس اللي ما تعرفهاش يجيو، اللي بغى ياخذ بيبي اخوتي يروحوا من وجده ديو بيبي من بن سليمان. جميع انواع البزاز صدر الهبره اللي بغيتو يجيو من وجده لبن سليمان ديو بيبي. نورمال داك الشيء والله. الا بلاصه رانا فيها شابه عين القصبه دخلنا لها لداخل بلاصه سياحيه 100%. ام بن سليمان انا نجمعوا لي زابوني، تابونا اللي ما تابوناش. بارطاج بوكو دو بارطاج خاوتي. رانا نجمعوا لي زابوني بن سليمان، ما تنساوش تابوناو عندنا فلاشينا خوتي، عاونوا صاحبكم. اخوان تقريبا ما عمري ما قلت لكم كثروا لي لايك، بصح هذا الفيديو غير كثروا لي لايك لحقاش فيه تماره ديال الصح. خرجنا في الشتاء والغيس ومدابزين مع الكلاب واوتو ستوب باش وصلنا هاد. وعاد راه غير ملي فات في الماء ما بلاتي اللي فوت مليها ما كاين لا ما لا والو غير الغيس. يبان لكم الصباط نيش. بن سليمان اوتو ستوب باش نوليو لعين القصبه، يعني دابزو مع الكلاب. مسافه طويله وبلا ما راكو شتو واش كان تما خاوتي. كلاب هاو 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 عالم داكشي. المهم سوق شباب داكشي حاجه ياما، حاجه غايه داكشي والله ما نحكي. الخير ياسر، خير باسط خاوتي، خير والله الا باسط. المغرب جنه زعما صراحه، والله لا المغرب جنه. فكري ها هو ثلاثه نتاع الريسان راه ما تاكل، راه ما تاكل يا رانا غايا شباب. هادي نضربو شي طيحة هنايا يا ماشينا، غير نفس الماشينا بالكاس. انتوما اللي كتخدموها في وجدة باش كتخدم، اللي كتخدموها في وجدة ليسونس دايرين لها موتور سونطرو. لا في وجدة كاين نتاع الضو بصح هذيك اللي كتكون في رياشة نورمال نتاع الخارج، ديروا لها موتور نتاع الضو كتخدم بالضو عليه عادي جدا. موتور نتاع الفوطات كاتب ها هو هنايا داك الشيء مليح. كل الناس هانية خويا هانية. الهضاب والسهول والانهار والبحار. هنايا ماشي وجدة أعمر على البوليس حين نهضة اللي تضربو بالمدار. انت خاوتي قسما بالله إلا تكرفص، أنا تكرفصنا هاد النهار تكرفص ولا تكرفص. لا يا صاحبي والله معليش يا خويا تكرفص بصح هو زاد تكرفص.
كرفيس مثلا نمشيو نتحاربوا مع الكلاب. باقي لنا واحد الحرب العالميه. الحرب العالميه مع الكلاب. هنايا لقينا اغرب حاجه بوطه وشاعلين تحتها النار. الله نقول لك واحد الوقت دايرين هاد الصوت اللي مشتاق واش هي دايرين بوطه كبيره وتحتها النار باش تسخن باش ما تطردك السوق كامل. وليت خايف من هاد البلاصه ولا تانتي ردي ديك البوطه تطردك ولا شي حاجه. فوتنا التكرفيصه ولا لا التكرفيص التكرفيصه ديال النيشان. مازال غادي نرجعو تاني نتحاربو مع الكلاب. أيا غادي نخداو البن سليمان ضروك شوية غادي ن إخوان جينا البن سليمان الكاميرا عاوتاني كسرت. المهم رانا باغيين ندورو البن سليمان نشوفو دابا كي دايرة. باقي مدابز مع الكاميرا نصاوبها. هاد بن سليمان باش مليحة فيما درت تلقى العسكر لحقاش كاينة أكبر قشلة ديال العسكر. المهم هاد جوايع وأكبر قشلة ديال القوات المساعدة كاينة هنا. بن سليمان بالنسبة ليا جاتني حسن من الدروة اللي كنا فيها. تاهي مدينة تابعة لكازا. صح ملي جينا لهنايا تبارك الله وشفتها ما بغاتش تريب. الكاميرا كتصاوب وكتخسر كتصاوب وكتخسر. دروك غادي نبقى نصور غير بالتليفون. المهم رانا فواحد السوق ديال بن سليمان. الله وما تنساولناش الجهه دوك كثروا 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 كثروا. الله حنا جايين نتغداو في واحد البلاصه. هنايا كنا مولين للسوق. جينا للبلاصه ديال الدجاج. ياك ما درنا شي دجاج. هذا يسموه مارادونا. هذا يسموه مارادونا. دجاج مارادونا. دجاج مارادونا. باش تعرفوا بلي راكم عزاز الله الا موش دا جايين حتى لهنا باش غادي ندير لكم فيديو عاده. حنا والله بالنسبة باش تكونوا عارفين انا هاد السوق هذا راه كيكون اسبوعي من الاربع للاربع. في كل المتطلبات نتاع القوت المعيشة اي حاجة الغنم الدجاج الحوت الجزارة. بالنسبة حتى للكسوة هما هنا اللي كيبيعوا الكسوة كاين هنايا باركيناج كاين. المهم اي حاجة قلبتوا عليها والله ما كرهتش ما كرهتش اخوتي وجدا كاملين كاملين تجيو هنايا. بغينا ندخلوا فين كيدبحوا ما خلاوناش نصوروا. قالوا لنا دخلوا لكن ما تصوروش. ما بغيناش ندخلوا ما بغيناش ندخلوا لحقاش دابا صورناش ما عندنا ما نديروا تما. اولا لا واخا الغيس وشوية نو وشوية شتا الدعوة هاني يا صاحبي راني معاكم غاية. وحلو وحزيز هنا مغربين نيجيري